بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بودي أن أتدارس معكم كلام العارف بالله عبد القادر الجيلاني رحمه الله في كتابه الفتح الرباني، وكان مما قال: من أراد سلوك طريق الحق عز وجل فليهذب نفسه قبل سلوكه، هي سيئة الأدب، أي النفس. تأدب نفسك قبل سلوك طريق الله. النفس سيئة الأدب، لأن النفس أمارة بالسوء. إيش تعمل عند الحق عز وجل؟ كيف في سيرك إليه؟ جاهدها حتى تطمئن، فإذا اطمئنت استصحبها معك إلى بابه. ودائما يمثل، يعني أنت نفسك يجب أنك أنت تربيها حتى توقفها على باب الله عز وجل، فيباركك ويقبلك ويردك إلى الدنيا، وتكون لك طائعة خاضعة الدنيا والنفس، ويعطيك الآخرة أيضا. لا توافقها إلا بعد الرياضة، يعني أنك أنت تروضها مرة بعد مرة، بعد التعليم وحسن الأدب والطمأنينة إلى وعد الله عز وجل. هي عمياء خرساء طرشاء مخبلة أو مخبلة، ما أدري، مخبلة عود هو كاف العراق، جاهلة بربها عز وجل، عدوة له. هذا كله بالنفس، هذا كله النفس، النفس اللي نفس اللي عندي اللي عندك، إلى أن تربيها، والقليلين من يستطيع. فبدوام المجاهدات تنفتح عيناها وينطلق لسانها وتسمع أذنها ويزول خبلها وجهلها وعداوتها. إذن ليش ما ننزل هذا شوي شيء؟ هذا يحتاج حبال ورجال ودوام ساعة بعد ساعة ويوم بعد يوم وسنة بعد سنة للذين يستعجلون. زين ليش ما نزل شوية الحين؟ الذين يستعجلون يحتاج سنة وراء سنة. لا إله إلا أنت. اضربها بصوت الجوع. بعض المرات جوع نفسك حتى تربيها. امنعها حظها وأوفها حقها. يعني النفس تريد مثلا، فلنشرب مثلا قليل مثلا من من النبيذ، فأنت يا طبعا وقت النبيذ، يعني إذا تقرأ كلام الجيلاني لازم وقت النبيذ، فمثلا على أحسن نبيذ، فمثلا بعض المرات أو قدر ما تستطيع امنعها حظها. لا، ما في عصير، ما في كذا، ما في كذا، ما في نوم الآن، ما في كذا، وأوفيها حقها. يعني هناك حقوق للنفس، يعني حد يجب أنك أنت لا تتجاوزه، لأنك تظلم نفسك، يعني بحيث أنه لا نوم، لا كذا، لا زواج، لا فطر. احمل عليها ولا تخف من سيفها وسكينها. سيفها خشب، ما هو حديد، ولها كلام بلا أفعال. النفس تقول لك سأفعل فيك وسأفعل فيك، ويجب أن تعطيني ما أريد، وإلا وإلا. كذب بلا صدق، عهد بلا وفاء، لا مودة لها، جولة بلا دولة، يعني حكي فاضي بس، قومة بلا خط، هذا بالمصطلح الجديد. إبليس الذي هو أميرها لا قوة له عند المؤمنين الصادقين في عداوته ومخالفته. فكيف هي؟ يعني إبليس اللي هو إبليس لا قوة له أمام المؤمنين، فما عليك بالنفس التي هي أضعف من إبليس، كما قال ابن القيم، يعني أن استعاذة من إبليس أولى من الاستعاذة من النفس، والخوف من إبليس ولوم إبليس أكثر من لوم النفس. وإنما الحق عز وجل قواه على ذلك، يعني لا تظن أنه دخل الجنة وأخرج آدم عليه السلام منها بقوته، إنما الحق عز وجل قواه بذلك وجعله سببا لا أصلا. يا قليل العقل، لا تهرب من باب الحق عز وجل لأجل بلية يبتليك بها،
انه اعوف منك بمصلحتك. يعني بعض المرات الانسان يتاخر عنه الخير، بعض المرات يكون في ابتلاء معين يتاخر عنه الفرج. فبعض كثير من الناس او يعني خلاص يفقد الامل، يجزع على ربه، يسخط، يقول هو اعرف منك بمصلحتك، يعني الله ما منعك شيء الا لمصلحتك انت، هو يعلم وانت لا تعلم، ما يبتليك الا لفائده وحكمه، اذا ابتلاك فاثبت وارجع الى ذنوبك واكثر الاستغفار والتوبه. انا هذا يعني مخالف لكثير من ما يردد الان، ما علاقه الكورونا بالذنوب؟ ما علاقه الكورونا؟ او يقول لك ان الكورونا، يعني لا تقول ان الكون عقاب او تاديب من رب العالمين، الله ارحم والله كذا. زين، هل نستغفر الله ونتوب من ذنوبنا حتى يعتذب كوننا؟ نعم. زين طيب، انت يعني انت اللي بتقول ان احنا اذا احنا تبنا من ذنوبنا وتفعت كوننا، فانا معناته انها جاءت بسبب الذنوب، معناته انها جاءت كتاديب. لكن طاشت العقول. يقول فانا يعني ان جاءتك بليه ارجع الى ذنوبك. لا لا، انا ما عندي ذنوب، انا لاني انا ولي من اولياء الله الصالحين، فالله يبتليني، لان الله سبحانه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اذا احب قوما ابتلاهم. كما يقول الشيخ ابن عثيمين، انت اصلا افتراضك بانك انت يعني ما عندك ذنوب هذا بحد ذاته ذنب. يعني انت يعني جهلك بذنوبك وبعيوب نفسك هذا بحد ذاته ذنب عظيم. واسأله الصبر والثبات عليها، وقف بين يديه، وتعلق بذيل رحمته، واسأله كشف ذلك عنك وبيان وجه المصلحة فيه. نعم. بعد ذلك تكلم عن أنت يعني تجد لك مربي. يا غلام، هؤلاء الذين تعاشيهم في الدنيا للدنيا غدا لا تراهم، تقطع بينكم، كيف لا تقطع بينك وبين أقرانك السوء الذين عاشرتهم في غير الله عز وجل؟ إن كان ولابد لك من معاشرة الخلق، فعاشر المتورعين المتزهدين العارفين العاملين مريدي الحق عز وجل ومواديه، يعني هم يريدون الله والله يريدهم. عاشر من يأخذ منك الخلق ويعطيك قرب الحق عز وجل، يأخذ منك الضلال ويقيمك على الجادة، يعصب عينيك عن الدنيا ثم يفتحها على الآخرة، ينحي من بين يديك طبق الدنيا ويترك بدله طبق أخرى، ينحي عنك الخفاية ويترك بدلها الحرية، يقيمك من بين الحيات والعقارب والسباع اللي مثل منها العادة السرية والإباحية، ويقعدك في الأمن والراحة والطيبة. عاشر من هذه صفته، واصبر على كرامه، واقبل أمره ونهيه، وقد رأيت الخير عاجلا غير عاجل، الشجاعة صبر ساعة، بك لا يجيء شيء ولا بد منك، اشتر الزكارية والزنبيل واقعد على باب العمل. يعني هو يقول، يعني يحدث يعني الذي يستمع له، يقول انت ما منك فائده نهائيا، ليس فيك اي خير، اشتر اللي هو الزنب، يعني اشتر لك يعني مثل ما تكون سله وعصات وما الى ذلك، واجلس على باب السوق حتى تخدم. يعني فإن قدم عملك فسوف تعمل، أعطي السبب حقه وتوكل. طبعا هو هذا تعبير مجازي، يقصد أن تقوم بما عليك للتقرب من باب الله عز وجل، أعطي السبب حقه وتوكل، وقعد على باب العمل، فإن أخذوا الزكارية ولم يأخذوك لا تبح من مكانك حتى تيأس من أحد يدعوك إلى عمله، يعني حتى لو جاءوا أخذوا السلة منك وتركوك لا تبح مكانك، فحينئذ ألقي نفسك في بحر التوكل، توكل يعني، فتجمع بين السبب والمسبب. السبب انت اخذت الزنبيل
الزبيل هذا والسلة، وتوكلت على الحي القيوم. أحسن أدبك بين يدي معلمك وليكن صمتك أكثر من نطقك. ثم وقال في مجلس آخر: المؤمن لا يسكن إلى هذه الدنيا ولا إلى ما فيها، يأخذ قسمه منها يعني قسمته، ويتنحى بقلبه للحق عز وجل، يعني يأخذ قسمته، الله قسم له شيء من الطعام، شيء من اللباس، شيء من المأوى، شيء من أي كان، يأخذ قسمه منها ثم يرجع ويتنحى عنها إلى الله عز وجل. يقف هناك حتى ينحي عنه وهج الدنيا، ويؤذن لقلبه بالدخول عليه سفارة سفارة سره. السر أظن مثل الروح يعني، فيخرج السر إلى القلب، والقلب إلى النفس المطمئنة والجوارح الطائعة. يعني هو دائما يقول أن البداية، وأنت عندما تقف بباب الله سبحانه وتعالى، السر اللي هي الروح، تنصلح الروح أو السر، فتصلح بذلك القلب، فتصلح بذلك الجوارح، وهكذا. بينما هو كذلك، إذ أغنى عياله عنه وحيل بينهم وبينه، يكفيه شعور الخلق ويطيعهم له، يحيل بين قلبه وقلوبهم، ويبقى وحده مع ربه عز وجل، كأن الخلق لم يخلقوا بالإضافة إليه، كأن لا خلق لربه عز وجل سواه، يبقى ربه عز وجل فاعلا وهو مفعول فيه، يبقى مطلوبه وهو طالبه، يبقى أصله وهو فرعه، لا يعرف غيره ولا يرى غيره، يطويه عن الخلق ثم إذا شاء أنشره لهم، يوجده بينهم لمصالحهم وهدايتهم. عموما ثم قال: يا قوم، أني أدعوكم إلى الموت الأحمر، وهو مخالفة النفس والهوى والطبع والشيطان والدنيا، والخروج من الخلق، وترك ما سوى الحق عز وجل في الجملة. جاهدوا في هذه الأحوال ولا تيأسوا، فإن الحق عز وجل كل يوم هو في شأن. اسألوه على قدر قدرته، اسألوه من حيث القدرة لا من حيث الحكمة، اسألوه من حيث علمه لا من حيث علمكم، اسألوه بقلوبكم وأسواركم ولا بلقلقة اللسان، يعني بين قوسين فقط، اسألوه من وراء تجوز علمكم وقدرتكم، قفوا بين يديه على قدم الإفلاس من جميع الأشياء، ولا تتعالموا عليه، ولا تتمقدروا عليه، ولا تتمعلقوا عليه، ولا تردوا تدبيره بتدبيركم إلى الجهال. من لم يعمل بعلمه فهو جاهل، وإن كان متقنا لحفظه والعمل بمعانيه. تعلمك للعلم من غير عمل يردك إلى الخلق، وعملك بالعلم يردك إلى الحق عز وجل، ويزهدك في الدنيا، ويبصرك بباطنك، ويشغلك عن تزيين الظاهر، ويلهمك تزيين الباطن، فحينئذ يتولاك الحق عز وجل لأنك قد صلحت له. قال الله عز وجل: والله يتولى الصالحين، يتولى ظواهرهم وبواطنهم، يربي ظواهرهم بيد حكمته وبواطنهم بيد علمه، فلا يخافون من غيره ولا يرجون غيره، ولا يأخذون إلا منه ولا يعطون إلا فيه، يستوحشون من غيره، يستأنسون به ويسكنون إليه. هذا آخر الزمان، قد كثر فيه التغيير والتبديل، هو زمان الفترة، زمان النفاق ونفاقه. يا منافق، أنت عبد الدنيا والخلق، ترائيهم وتعمل لهم وتنسى تعمل للآخرة، وكن عملك وقصدك للدنيا. ما أورد أثر: إذا تزين العبد بعمل الآخرة وهو لا يريدها ولا يطلبها، لعن في السماوات باسمه ونسبه. أنا أعرفكم يا منافقون، ويحك، ما تستحي جوارحك، ما طهرت من المعاصي والنجاسات الظاهرة، تدعي طهارة الباطن، طهارة القلب ما صحت، كيف السر؟ ما تأدبت مع المخلوق وتدعي الأدب مع الخالق؟ المعلم ماضي عنك ولا تأدبت معه وقبلت منه وامره، تقعد في الدست وتتصدر، يعني متصدر، قاعد متصدر، لا كلام حتى يقوم توحيدك على رجله، ويثبت بين يدي الحق عز وجل، وتخرج من بيضة وجودك، وتقعد في حجر اللطف، وتكون تحت جناح الأنس به، وتلقط حب الإخلاص، وتشرب ماء المشاهدة، ثم تبقى على ذلك إلى أن تصير ديكا، فحينئذ تصير حافظا للدجاج،
مؤثرا لهم بالحب، مؤذنا منبها للناس في الليل والنهار. الله الله، هذه يعني من البيضة إلى أنت أصبحت ديك مؤذن، ويعني ترعى تنبههم إلى طاعة ربهم عز وجل. يا جاهل اترك الدفتر بين يدك وتعال. العلم يؤخذ من أفواه الرجال لا من الدفاتر، يؤخذ من الحال لا من المقال. اللهم نسألك العفو والعافية. ثم قال شهوات، نعم نفسك، نعم شنو تحسب ان نفسه كنفسك الجاهلة التي قد اوقفتك، وهي كانت تكلم على العارفين في خدمتها، وتصرفك في ارادتها وشهواتها. لو كان لك عقل لانصرفت عن خدمتها، خدمة نفسك، واشتغلت بخدمة ربها عز وجل. عدوة لك، الصواب لك السكوت عن جوابها، كلما ارادت شيء لا تجاوبها. أن تضرب بكلامها الحائط، اسمع منها كما تسمع من مجنون قد زال عقله. لا تلتفت إلى قولها وطلبها للشهوات واللذات والترهات. هلاكك وهلاكها في قبولك منها، وصلاحك وصلاحها في مخالفتها. النفس إن كانت طائعة لله عز وجل أتاها رزقها رغدا من كل مكان، فإذا عصت وتجبرت قطع عنها الأسباب وسلط عليها الأذايا. في بعض الناس يعني للأسف كثيرين من ينتسبون لعبد القادر الجيلاني لا يعجبهم هذا الكلام. هذا نفس عبد القادر الجيلاني يقول لك إن أنت عصت نفسك تجبرت قطع عنها الأسباب وسلط عليها الأذايا فهلكت وهي خاسرة للدنيا والآخرة. في ناس يقول لا تخوف الناس، رحمة الله واسعة، لا تقول حبب الناس في بالله، لا تقول ان الله سيسلب منهم الدنيا، سيسلب منهم الصحة، سيسلط عليهم الأذايا الأذى وما لا. هذا عبد القادر الجيلاني إمامكم يقول، يعني إمامكم وإمامنا يعني. فهذا من الأشياء المعلومة بالدين بالضرورة، يعني الأشياء من الأصول يعني. فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا، وأيضا الآية قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل عليكم السماء مدرارا. يقول لك لا هذاك كفار. زين طيب انت يعني اذا كفار المسلمين ما ينطبق عليهم ان كانوا عصاة. يقول لك زين الكفار انت قاعد تقول ان كفار، لا تقول عنهم ان هذا عقوبه. انت الحين تقول كفار، لا زين كفار بس مو مسلمين. زين المسلمين انت قاعد تقول ان المسلمين ما يصير انت تقول عنهم. احنا ما عرفنا يعني، احنا ما انا ضيعتكم وضعت شوي. لأن الناس مو عارفة تضبط موضوع الابتلاءات، يعني الابتلاءات علم، القضاء وقدر علم دقيق جدا، مو ليس كل أحد يضبطه، لكن هناك قدر المفروض أن كل شخص مطلوب أنه يتعلمه. ما هو الابتلاء؟ ما هو الموقف من الابتلاء؟ ما هو الرضا؟ كيف ترضى؟ ما هو الصبر؟ كيف تصبر؟ ما هو الشكر؟ كيف تشكر؟ هذه مو مهمة، مهم جدا أنك أنت تتعلمها، مهم أنك أنت تتعلم موقفك من البلاء، موقفك من النعم، موقفك من الخلق، موقفك من معاصيك، موقفك من النفس، من الشهوات. زين فهلكت الطائعة القانعة صاحبها مخدوم. النفس الطائعة لله القانعة صاحبها مخدوم، أينما توجه لقط قسمه من الرضا، به يؤدي الفوضى الذي عليه مع طيبة القلب بلا كلفة. يعني طيب القلب غير متكلف، يأتي كل شيء، فارغ القلب مما سوى الله عز وجل، ساكن الجوارح عن التعب في تحصيل الدنيا وفضولها. ساكن الجوارح عن التعب في تحصيل الدنيا وفضولها. يا منعما عليه اشكر النعم وإلا سلبت من يدك. شوف لازم تسمعون يا جماعة لي كلام العارفين، لا تقولوا أنه لا لا تسلب النعم، الله يعني أكبر من ذلك. نعم الله غفور رحيم وشديد العقاب. يعني انت هل يكون طيبته وسكوته عنك طول هذه الفتره الماضيه يجعلك تستجئ عليه وتستمر وتطغى اكثر واكثر؟ من نعمته عليك ومن رحمته فيك انه يسلبها عنك، اصلا يسلب النعم عنك حتى تصحى. والا طارت، نعم قص جناح النعم بالشكر، والا طارت من عندك. الميت من مات عن ربه عز وجل وإن كان حيا في الدنيا،
ايش تنفع حياته؟ وهو يصرفها في تحصيل شهواته ولذاته وترهاته، فهو ميت معنى لا صورة. هذا كلام لي. يا شيخ انت في السن صبيا في الطبع، الى متى تعدو لصبو طبعك خلف شكاسة الدنيا قد جعلت لها لك همك؟ اما تعلم ان همك ما اهمك، وانت عبد من زمامه زمامك بيده؟ فان كان زمامك بيد الدنيا فانت عبد لها، وان كان زمامك بيد الحق عز وجل فانت عبد له. انظر الى من تسلم زمامك الاكثر والاغلب، منكم من يريد الدنيا والقليل منكم من يريد الاخره، والنادر منكم من يريد وجه رب الدنيا والاخره. زين، يا غلام، ثم قال بعد ذلك: يا غلام، الرضا بالقضاء اطيب من تناول الدنيا مع المنازعه. يعني ان الله سبحانه وتعالى انعم عليك بالرضا، فهذا اطيب على القلب من ان الله يعطيك وانت تنازع قضاءه وقدره. لماذا الله لم يعطينا، حتى لو لم ليس بالكلام لكن بالداخل، لماذا الله لم ينعم علي هكذا؟ لماذا الله لم يعطيني هكذا؟ انا خوش انسان، انا اسف ممكن خوش، انا يعني انسان اطيعه وانسان افعل الخير واقوم بخدمه والدي والناس، وانا طيب القلب، طيب القلب، طيب انا مشكلتي طيبة قلبي. ما سمعتوا يا جماعة عن أشخاص يقولون أن مشكلتهم الوحيدة طيبة قلبهم؟ يعني مشكلة، يعني أنا المفروض، يعني كأنهم يقولون يعني المفروض أن أنا أدعس على الناس، لكن مشكلتي أني أنا طيب معهم وأفوت لهم وايد، يعني ولا هم حقهم دعس. يا الله يهديهم. وين وصلنا؟ وين؟ الرضا بالقضاء أطيب من تناول الدنيا مع المنازعة، حلاوته أحلى في قلوب الصديقين من تناول الشهوات واللذات. يعني إن الله سبحانه وتعالى وضعك مثلا في الحج المنزلي من غير هاتف، من غير فاب، من غير شهوات، من غير كذا، مع الرضا فيكون أحلى على قلبك من ماذا؟ من تناول الشهوات واللذات ومن الدنيا جميعا هو ما فيها، لأنه يطيب العيش. وفي الجملة في سائر الأحوال على اختلاف أجناسها، تكلم على الناس بلسان العلم والعمل. إنزين، هل نكتفي؟ آخر شيء فقرة. زين، ويحك الدنيا في اليد، يجوز في الجيب، يجوز ادخارها، السبب بنية صالحة يجوز، أما في القلب فلا يجوز. الدنيا في يدك جيبك ماشي، لكن في قلبك مشكلة. أما دخولها إلى ما وراء الباب لا ولا كرامة لك. إذا فنى هذا العبد عنه وعن الخلق، يعني فنيت عن نفسك عن الخلق، صار كأنه مفقود ممحو، لا يتغير باطنه عند مجيء الآفات يعني الابتلاءات. يوجد عند مجيء أمر الله عز وجل فيمتثله، وعند مجيء نهيه فينتهي عنه، لا يتمنى شيئا ولا يحرص على شيء. مو اللي قاعد يتمنى مليون شيء بعد ذلك يصحى بقرار الواقع. نعم، يريد لا يحرص على شيء، يعني ربما يقال انه يحرص على ما ينفعه كما في الحديث، ولكن عبد القادر الجيلاني رحمه الله يقصد ان لا تكون الدنيا في قلبك، حريص على المال قلبك متعلق فيه، حريص على دع تعلقك بالله وسيطيب عيشك، ودع الخلق للخالق، ودع الرزق بيد الرازق هو الذي سيعطيك. يعني هو أعطاك طوال السنوات الماضية، لم تكن منك حول ولا قوة، يعني أطعمك وأنت رضيع، يصير لك الحليب، أطعمك وأنت طفل وأنت شاب. هل هو يعني بيدك؟ هل هو باجتهادك؟ هل كان هذا باجتهادك؟ هل كان بحيلتك؟ لا، الله ساق لك ناس يطعمونك ودبر لك ايضا رزقك طوال السنوات الماضيه، لا يدبر لك الا الفتره القادمه. انت لم يكن لديك اي شيء، انت ما كنت تدري عن شيء،
ولا في البال انت ولا تدري ولا عندك خبر كيف ان الله سبحانه وتعالى كان يدبر لك الرزق طوال السنوات الماضيه، ولا بيدك ولا بقوتك. الله سبحانه وتعالى هو الذي ساق لك طوال سنوات حياتك. نعم. ولا يتمنى شيئا ولا يحرص على شيء يؤدي التكوين الى قلبه، سلم اليه تقليب الاعيان. اين انتم وهم يا اخوانا في العلم والعمل، يا اعداء الله ورسوله، يا قاطعي عباد الله عز وجل، انتم في ظلم ظاهر ونفاق ظاهر. هذا النفاق الى متى يا علماء يا زهاد؟ انزين، هو يعني يا ماذا قال آخر شيء؟ آخر شيء المؤمن، نعم، احذر أن يصطادك شيء أو يحبسك شيء أو يوقفك شيء عن مولاك آخر شيء عز وجل. فإذا جاءت الأقسام تناولها بيد الأمر، بيد الموافقة، على قدم الزهد فيها، لا بيد الاختيار لها والحب لها. الزهد إن دام عمل في البدن فيورث، الزهد إذا دام عمل في البدن فيورث في القلب حزنا وفي البنية نحولا. فإذا تحقق هذا الحزن والنحول جاء الفرج. يعني في البداية أنت لما تزهد تترك الدنيا سيكون هناك حزن في القلب، سيكون هناك نحالة في البدن، لكن لا تستعجل. فإذا تحقق هذا الحزن والنحول جاء الفرج، لأن كل شيء بثمن. تريد لو أن الموضوع أنك أنت مجرد ما أنك أنت تزهد مباشرة، أول ما تزهد تأتيك الدنيا، كل الناس كل الطماعين في الدنيا زهدوا وقالوا يا معنا ريد احنا نريد تأتينا الدنيا فلنزهد فيها في الأول. لا، هو هذا الشيء لا يأتي إلا لأشخاص معينين، للصادقين فقط. فإذا تحقق هذا الحزن والنحول جاء الفرج من الحق عز وجل بالفرح به والمعرفة له. يعني تشوفوا هم قصدهم فرح بالله والمعرفة له، فيذهب الحزن والهم. المؤمن منقطع القلب عن الخلق وعن الأهل والمال والولد، وإنما يتشاغل به وقلبه منتظر لمجيء رسول الملك. وصل باب البلد وقد ودع أهله وهو قاعد بينهم. المؤمن أبدا مودع، هو بين الخلق وقد ودعهم، ذرة مع الخلق وحبله مع الخالق. إذا وقر التوحيد في القلب صح العمل من حيث الظاهر، لأنه يستوي ظاهرك وباطنك، غناك وفقرك، إقبال الخلق وإدبارهم، ذمهم لك ومدحهم، كيف لا تخرجهما وقد ضاقت مضغتك عنهما بما رحبت. امتلأ قلبك بالله عز وجل وبالذكر والشوق إليه، فحينئذ هنالك الولاية لله الحق، تصير محبا حقا، عالما معلما، حكيما محكما، قريبا مقربا محكما، أديبا مؤدبا، مغني عن الخلق، يعني مكفيا عنهم بكفاية. يا جاهل تعلم من جهلك، أنت قد تركت التعلم واشتغلت بالتعليم، لا تتعب، ما يجي منك شيء ولا يفلح على يديك أحد، لأن من لا يحسن أن يكون معلم نفسه فكيف يكون معلم غيره. يقوم لا تعجز الله عز وجل قدره فتلحقه بالكفار، اعملوا بالحكم حتى يلحقكم ذلك العلم، العمل بالعلم. فإذا تحقق عندكم العمل رأيتم قدرة، فحينئذ يجعل التكوين في أيدي قلوبكم وأسواركم. إذا لم يبقى بينك وبين الله حجاب من حيث قلبك، قدرك على التكوين وأطعمك من خزائن، قدرك على التكوين وأطعمك على خزائن سره، وأطعمك طعام فضله، وسقاك شراب الأنس، وأقعدك على مائدة القرب منه، وكل هذا ثمرة العلم بالكتاب والسنة، أعمل بهما ولا تخرج عنهما حتى يأتيك صاحب العلم الله عز وجل فيأخذك إليه. فإذا شهد لك معلم الحكم بالحذق في كتابه نقلك إلى كتاب العلم، فإذا تحققت فيه أقيم قلبك ومعناك والنبي في صحبتهما، آخذا بأيديهما ويدخلهما إلى الملك ويقول لهما ها أنتما وربكما. طبعا كلام آخر واحد ليس واضح يحتاج شرح، لكن تفهمتوا. إذا يعني حتى لا ننهي بشيء غير واضح، آخر أربع جمل: يا قوم فروا إلى الله، اهربوا إليه من الخلق والدنيا ومما سواه في الجملة، صيروا إليه بقلوبكم، أما سمعت قول الله عز وجل ألا إلى الله تصير الأمور. في أمان الله.